يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه، رابع ايام شهر رمضان المعظم. اهلا بحضراتكم، ما زلنا في ايام الرحمه، ان شاء الله تكون ايام مباركه وجميله علينا جميعا. اسمحوا لي بس قبل ما ابدا حلقتنا النهارده، عزاء واجب الحقيقه للزميل العزيز الاستاذ خيري رمضان، نعزيه في وفاه شقيقته، نسال الله له الصبر والسلوان، وربنا يرحمها ويغفر ليها ويجعلها ايضا في اعلى عليين مع الصديقين والنبيين والشهداء، وايام رحمه ومغفره، فندعو لها هذه الايام المباركه تعود عليها ان شاء الله بالرحمه والمغفره. والعزاء غدا ان شاء الله هيكون في مدينه 6 اكتوبر بمسجد الشرطه بعد صلاه الجمعه. مره اخرى عزائنا للعزيز الاستاذ خيري رمضان في وفاة شقيقته، نسأل الله لهم الصبر والسلوان، ربنا إن شاء الله يرحم أخته ويجعلها في أعلى عليين. هنبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة، ومن النشاط الرئاسي، والنهاردة كان في نشاط رئاسي الحقيقة مكثف سواء في الداخل أو على الصعيد اللقاءات الخارجية. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عدد من الأنشطة والتدريبات الرياضية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، وكان حريص على أنه يشاركهم وجبة الإفطار، وأشاد كمان بقدرات وكفاءة طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية. وقال الرئيس كمان أنه مطمئن على الجهد والمستوى اللي بيبذل داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، وأضاف أنه بناء الإنسان كان له أولوية كبيرة ضمن جهود بناء الدولة. تعالوا نشوف هذا التقرير عن زيارة السيد الرئيس للأكاديمية العسكرية المصرية وتناول وجبة الإفطار مع أبنائنا في القوات المسلحة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية. يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلامي بأن أنا أوجه لكم جميعا التحية وهنيكم بمناسبة شهر رمضان. كل عام وانتم طيبين. الحقيقة احنا كنا متعودين دايما أن مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين يبقى في زيارة لينا للأكاديمية واللقاء مع الدفعة. أنا طبعا متابع التدريب ومتابع الموقف ومطمن عليكم، لكن ما كنتش عايز ابدا ان يفوتني ان انا التقي بيكم لقاء مباشر كده قبل ما تنزلوا ان شاء الله بعد نهاية فترة التدريب المركز للكلية او للأكاديمية كلها بالكامل. فاسمحوا لي ان انا يعني اقول لكم ان انا مطمن جدا على الجهد اللي بيتعمل والاسلوب اللي بيتعمل. وخليني هنا أتوقف قدام أمر مهم قوي. إحنا عملنا في مصر جهد كبير جدا في تأهيل البنية الأساسية وحاجات كتير قوي تخلي الدولة ممكن تنطلق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى آفاق أفضل من كل الوجوه. لكن كمان كان من ضمن المنظومة اللي إحنا بنفكر فيها وبنجري وبنكثف جهدنا فيها هو الإنسان اللي هو العامل البشري في المنظومة. واسمحوا لي أقول لكم إن هو أهم ما في الموضوع، إن إحنا مهما عملنا ومهما بنينا إن ما كانش في بناء حقيقي من أول التعليم لبقية مؤسسات الدولة، إن ما كناش نقدر نعمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان، احنا هيبقى الجهد اللي احنا بذلناه
في بقية الموضوعات هيبقى منقوص، هيبقى مش كفاية. فعشان كده احنا مهتمين قوي بالجهد اللي بيتبذل وبالبرامج اللي بتتحط والمتابعة الدقيقة للي احنا بنعمله، يا ترى نتائجه وصل لفين. وبالمناسبة احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تتوقف، وبالتالي احنا لو توقفنا عن التطوير يبقى احنا بنخالف الواقع اللي ممكن يبقى موجود حوالين مننا. موجود قطاعات كتير جدا دلوقتي جوه الأكاديمية، وان شاء الله في المكان الجديد هيبقى في عندنا طاقة استيعاب اكبر من كده بكتير. الهدف منه هو ان احنا ننتقي افضل ما هو موجود لدينا، وايضا القطاعات المدنية المختلفة اللي احنا حرصنا على ان هي تبقى موجودة معنا هنا. هو الفكرة كلها زي ما قلت مرة، احنا عايزين انسان مصري قادر على ان هو يواجه تحدي وقادر على ان هو يقود الدولة دي الى افاق افضل وارحب. وبالتالي مفيش عندنا غير ان احنا يبقى عندنا ادارة جيدة جدا جدا، واستفادة من الموارد، كل الموارد بما فيها الموارد البشرية. ان احنا عايزين مستهدفين افضل بناء للشخصية، والشخصية اللي احنا بنتكلم عليها هي شخصية متوازنة جدا. مش عايز اطول عليكم، كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تنزلوا الاجازة، وخلي بالكم من نفسكم، بلغوا تحياتي وتحيات القوات المسلحة لأسركم، واشكروهم على يعني كل ما فعلوه معكم، واحنا متشكرين لهم ايضا، وان شاء الله تقضوا اجازة طيبة ونرجع مرة تانية نستأنف ان شاء الله عملنا. كل سنة وانتم طيبين، شكرا جزيلا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس شاهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها الطلبة المستجدون الذين أنهوا فترة الإعداد العسكري داخل الأكاديمية، حيث أشاد سيادته بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس. كما تفقد السيد الرئيس عددا من مناطق تدريب الطلبة. شملت المرور على ميادين الفروسية والوقوف على المستوى الذي وصل إليه طلاب الأكاديمية. احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على الخيل، حاولنا ان احنا نعلمهم رياضة جديدة، رياضة الكلة، والحمد لله الطلبة والخيل وصلت المستوى زي ما سيادتك شاء الله. في امل كبير قوي في ان احنا نعود مصر مرة تانية الى الدور بتاعها اللي كانت في الخيل، ده كان في العشرينات وقبل كده، حتى مصر حاجة تانية خالص، متواجدين عشان كده.
وشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية تناول وجبة الإفطار، حيث هنأهم بحلول شهر رمضان المعظم. السلام عليكم، تفضلوا استراحوا، تفضلوا. كمان من نشاط السيد الرئيس انه اجرى اتصال هاتفي اليوم مع الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، وتم فيه تبادل اخلص التهاني بمناسبة طبعا حلول شهر رمضان المعظم. واعرب السيد الرئيس عن تمنياته بان يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الاعمال، وان يعيد هذه الايام المباركة على القيادة والشعب السعودي الشقيق بالخير والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. كمان من جانبه ثمن ولي العهد السعودي اللفتة الكريمة معربا عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر، وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمتين العربية والإسلامية. كمان النهاردة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل ألباريز بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الأسباني نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك أسبانيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ما ثمنه الرئيس وبدل التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الأسباني، وأكد اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية مع إسبانيا. وذكر كمان المتحدث الرسمي أن اللقاء كان بيركز في الأساس على مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاد وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوها كمان على وجه الخصوص للدور المصري المسؤول كما وصفه منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلا كمان عن موقفها القيادي عالميا بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الإسباني نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مبادلا التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني، ومؤكدا اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوها وجه الخصوص للدور المصري المسؤول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلا عن موقفها القيادي عالميا بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن من جانبه الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة، وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكري في القطاع وحذرا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة.
كما أكد رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبالحديث طبعا عن القضية الفلسطينية والمساعدات، النهاردة استمرار لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة اللي بيتم إنزالها جوا بشمال قطاع غزة، وده على مدار يومين هما 13 و14 مارس 2024، وبالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي منها كمان بلجيكا النهاردة. استمرارا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التي يتم إنزالها جوا بشمال قطاع غزة، وذلك على مدار يومي 13 و14 من مارس لعام 2024، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي. يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعي المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري، بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. هنروح فيما يتعلق أيضا بجهود الدعم السلعي في إطار كمان مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس، بيتم مواصلة توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية طبعا بمناسبة شهر رمضان المعظم. خلونا نتابع مع حضرتك. احنا ولادك يا بلادي الفكر في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا، بلادي سد ومريرة وفوق الجميع. تستمر النجاحات التي تحققها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. من هذا المنطلق واصلت الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. وعيش حرة يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا ربنا يديك الصحة ويطول العمر يا سيادة الرئيس، ومشكرين على الزيارة ده وبالكراتين الحلوة ده، وربنا يديك الصحة يا ولدي. مسؤولية وشرطة شعب، احنا ايدنا واحدة على الغريب. الرئيس ده حبيبنا، ده حبيب الملايين وحبيب النوبيين بالذات. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. ربنا يخلينا الرئيس ووزارة الداخلية يا فندم، كل سنة طيبين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا. احنا مبسوطين النهاردة
وان انت جيتونا برضو ضباط اسوان وديتنا كراتين ويحيى عبد الفتاح السيسي. ولادها ابطال اسود وقد العهود وجوه قلوبهم حبها يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب انا جنب التملي ومنك قريب. نشكر سياده الرئيس ونشكر الضباط اللي مشرفينا النهارده ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين واحنا كلنا شعب واحد على راجل واحد ونقول لسيادة الرئيس كل سنة وانت طيب بحلول شهر رمضان. احنا مصر مصر احنا بكل صعب والحكاية مستمرة من سنين. انطلقت مأموريات وزارة الداخلية إلى جميع المحافظات للوصول إلى مستحق هذه المساعدات من المواطنين لتقديم الدعم والمساندة لهم ورسم الفرحة على وجوههم بمناسبة شهر رمضان المبارك. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. شكرا يا سيادة الرئيس، مش مخلينا محتاجين حاجة. كل سنة وحضرتك طيب وشعب مصر طيب إن شاء الله. كل واحد فينا شرطة ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الدين دي. كل سنة وانت طيب والسيسي طيب ويخليه طول عمر ويصلح حاله يا رب. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب أنا جنبك تملي ومنك قريب أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية. نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادراته مبادرة كلنا واحد ونشكر رجال الشرطة اللي هم واقفين مع كل حاجة العين الساهرة. وبلدي جدا التاريخ من بعدها كلنا مؤمنين ده حبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجرها دي كان زمان. وبلدي جدا التاريخ من بعدها فرحانة دايما ان انتوا واقفين جنبينا وعلى طول في الفيوم معانا في كل مناسبة حلوة ما بيسبناش. احنا حاسين بفرحة جديدة قوي وكل سنة وانت طيب يا ريس ومناسبة شهر رمضان ويعود عليك الايام بخير. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب انا جنبك تملي ومنك قريب انا اديلك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة. بشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد وبشكر وزارة الداخلية انها جابت حد يعمل هنا في يوم جديد. وكل سنة حضراتكم طيبين ورمضان كريم يا رب عليكم جميعا. هندي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا. الضباط جالي كلهم النهاردة والدنيا الهدية بتاع الرئيس وربنا يبارك فيه وربنا يسترها عليه يا رب. بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. تأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة كلنا واحد إسهاما من وزارة الداخلية في توفير جزء من احتياجات المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم. كل سنة وانت حضرتك طيب يا ريس وانت دايما فاكرنا مش هتنسانا أبدا وانت معانا وفي قلوبنا. كرتونة دي مفرحانة يا ريس والله كل سنة وانت طيب تعيدلها بخير يا رب. احنا مصر ومصر احنا بكل صعب والحكاية مستمرة من سنين. انا مش مصدق والله ان انت جبتنا عند الغيط فالف الف شكر. انت عايشنا في حياه كريمه ومش ناقصنا اي حاجه والله. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب انا جنبك تمام. كل سنه وانت طيب يا ريس اللي انت بتسال علينا وبتسال على حياه كريمه ومعيشنا في امان. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. ألف شكر وتحيا مصر. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب. دائما ما تحرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين وهو الهدف من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها الوزارة لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين. مبادرة كلنا واحد جت من أسيوط النهاردة وبنشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي هو عملها لنا. بنشكر رجال الشرطة وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي. شكرا ان جيتوا شرفتونا في صيت الجديدة. شكرا لسيادة الرئيس اللي مفتكرنا على رمضان. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجرها دي كانت زمان. وبلدي جدا التاريخ من بعد. نشكر الرئيس اللي هو فكان قبل رمضان وكل سنة هو طيب. في كل جيل
كل سنة طيبين وبعد الأيام تحيا مصر. إحنا مصر ومصر إحنا في كل ساعة، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. مش كويس على مبادئ كلنا واحد ده. تحيا مصر. كلنا مؤمنين بحبها من سنين. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين معاكم في 90 دقيقه. وهنروح لموضوع كنا فتحناه قبل كده لو حضراتكم فاكرين، حرب التطبيقات ما بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، وكانت خلت على مدار السنوات الماضيه فصول مختلفه. لكن الجديد في هذا الموضوع انه احنا فوجئنا اول امبارح تقريبا بانه مجلس النواب الامريكي بيصوت باغلبيه ساحقه على مشروع قانون بيجبر تيك توك على انفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة الأمريكية. وهنشرح لكم برضو الجملة دي معناها ايه. المهم ان القانون ده صوت عليه 352 نائب لصالح القانون المقترح و65 واحد ضده تقريبا. المفروض القانون ده بعد موافقة مجلس النواب يروح لمجلس الشيوخ. فهل يصدر قانون بحظره تماما إذا لم يتم تطبيق الشروط اللي بتحاول الولايات المتحدة فرضها تحت داعي إيه بقى؟ هي ليه عايز تحظر التيك توك هي وكتير من دول أوروبا؟ بداعي إنه التطبيق ده مرتبط بالحزب الشيوعي الصيني، وإن هو بيساهم في شكل من أشكال التجسس على الولايات المتحدة الأمريكية. والصين كمان مش عاجبها الموضوع ده، بترد على القصة دي بتقول هذا سيرتد عليكم، بل ان كمان بعض المسؤولين الصينيين وصفوا الولايات المتحدة بقاطع الطريق اللي بيرغب في امتلاك والسيطرة على تيك توك وهو مش بتاعهم اصلا. مين هيقول لنا الخلاصة في هذه القصة؟ الدكتور كريم الدمنهوري، استاذ الاعلام الدولي والصحافة بجامعة دنفر الامريكية والاعلامي المقيم في الولايات المتحدة. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. كل سنة وانت طيب. دورك وانت طيب وبخير دايما. أكيد يا دكتور كريم تابعت حرب التطبيقات دي مستمرة بقى لها فترة ما بين أمريكا والصين، وكل مدى بتاخد شكل مختلف طبعا. لكن فوجئنا بالتصعيد الأخير اللي كان متمثل في موضوع مجلس النواب. ما الذي يعني تصويت مجلس النواب على قرار زي ده؟ وهل ده يعني أنه فاضل له خطوة ويتم حظره بشكل نهائي في الولايات المتحدة، ولا لسه في الكلام كلام؟ هو طبعا ده جزء من مسلسل أعم وأشمل زي ما أنت قلت، فكرة إزاي الحد من تطبيق تيك توك في أمريكا. وطبعا ده جزء برضو من الحرب الدائرة ما بين الصين وأمريكا بشكل أعم في السنين اللي فاتوا. ولكن أنا الصراحة استغربت ليه؟ لأن أولا ده جاي في وقت موسم انتخابات، ده ثانيا جاي بعد شهر من عمل بايدن لأول حساب ليه على التيك توك للتواصل مع الشباب. بالزبط. الشباب اللي على فكرة بالمناسبة في منهم كتير تواصلوا مع النواب بتوعهم لإبداء اعتراضهم على مشروع القانون وتهديد إن هم هينتحروا في حالة حظر التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية. احنا يا للدرجة دي؟ حصل إن من ضمن التواصل مع النواب تهديد بالانتحار. احنا بنتكلم على فكرة 58%، يعني ما يقرب من 60% من الشباب من سن 13 ل 19 بيستخدموا تيك توك في امريكا بشكل يومي. وعلى فكرة برضو مشروع القانون ده او اتجاه الحكومة لحظر التيك توك هو لا يحظى بدعم شعبي بالمناسبة، ولا هو ما بين الكبار. يعني احنا بنتكلم اخر استبيان لمركز بيو للابحاث كان بيقول ان حوالي 38% من المجتمع الامريكي يعني ضد مع القرار، ومع فئه الشباب بنتكلم 17% فقط. طب ليه ده في تصويرك؟ يعني هم شايفين تيك توك زي كاداه للتجسس، ولو هم شايفينه اداه للتجسس طب ايه اللي جد دلوقتي؟
هو الاول برضو خلينا نقول حاجه، هو كون ان هو يمر في مجلس النواب ده مش معناه ان الموضوع خلاص مفروغ منه. ليه؟ لان زي ما انت قلت هو لازم يروح لمجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ الاغلبيه فيه للديمقراطيين، وبما ان اصلا شريحه الشباب كانت مفصليه في وصول جو بايدن لسده الحكم يعني في 2020، ففكره ان انت تخسر شريحه زي دي من الشباب ده شيء هيؤثر بالسلب جدا على الديمقراطيين، والديمقراطيين عارفين ده كويس جدا، بدليل ان ترامب اللي هو اصلا كان بينادي بحظر تيك توك قبل كده طالع بيصرح ان هو ضد حظر تيك توك دلوقتي، فدي عارف تقدر تقول زي هي مداعبه لفئه الشباب عشان ده يحصل. ولكن برضو تعال نروح لفكره، بس هو عشان هو كمان ضد فيسبوك قوي، هو محروق من فيسبوك وتويتر قبل كده. هو وصل بيه الامر ان هو عمل تروث سوشيال، يعني موقع للتواصل الاجتماعي خاص بيه عشان يطلع يكلم الجمهور بتاعه. ولكن خلينا برضو نقول حاجة، فكرة الاتهامات او الدعاوي بان تيك توك بيهدد الامن القومي، خبراء الامن الالكتروني السايبر سيكيورتي لم يجدوا اي دليل بيقول ان الصين استغلت البيانات اللي هي لشركة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس، ان هي ضغطت عليها للتحصل على بيانات المستخدمين. وشركة تيك توك بالمناسبة صرحت اكثر من مرة عن شيء اسمه مشروع تكساس. مشروع تكساس ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيقولوا بيانات المستخدمين في امريكا لن تخرج خارج امريكا، فبالتالي هي موجودة في سيرفرات داخل البلد لحمايتها من اي تدخلات من حكومات أجنبية وبالأخص من الصين. ولكن هل ده معناه إن مفيش قلق؟ لا، هو في قلق طبعا. ليه في قلق؟ في قلق لأن مثلا إحنا النهاردة إيطاليا مغرمة تيك توك 11 مليون دولار، بتقول إن تيك توك فشل في الحد أو السيطرة على المحتوى اللي بيهدد القاصرين. وقبلها لسه من كام شهر في أوروبا أيضا غرامة ما يقرب من 370 مليون دولار على تيك توك برضو بدعوى فشل في الحماية أو حماية المستخدمين الأطفال على تيك توك. هل ده خاص بتيك توك فقط؟ لا، هو خاص بشركات التواصل الاجتماعي اللي بيظهر لينا، ميتا، سناب شات، انستجرام، فيسبوك، تويتر والى اخره. كان في هيرنج في كان في هيرنج في في الكونجرس على نفس القصه دي قريب، وكان كلهم كان في زوكربيرج وكلهم يعني تهزقوا فيه بشكل او باخر جوه الكونجرس، يعني كان حاضر كمان عائلات الضحايا وكده تاكيدا لكلامك. طب انا عندي سؤال، طب في اوروبا هم قالوا مثلا ان احنا ممكن يعني الموظفين العاملين مثلا في الاتحاد الاوروبي او في مؤسسات حكوميه مثلا يتم حظره، او ما يقدرش العاملين في في, في الاماكن دي يستخدموه. ليه في امريكا رايحين الخيار اللي هو قد يكون الاكثر تطرفا شويه لو جاز التعبير، على اعتبار انه بيقولوا ان الموضوع مش سهل، انه في شركات كتيره قوي على تيك توك براس مال ملايين الدولارات، فهنعمل ايه في الكلام ده لو تم حظره؟ ما ده جزء من اللغز انا من وجهة نظري، وده اللي خلاني مستغرب جدا تاني لفكرة ده بيجي في وقت موسم انتخابات، يعني شيء غريب جدا. ولكن انا لا اظن ده وجهة نظري الخاصة، يعني انا لا اظن ان الموضوع ده هيتمرر. وخلينا نفكر كده في السيناريوهات ايه اللي ممكن عندنا كذا. السيناريو الاولاني ان لن يتم تمرير هذا المشروع في مجلس الشيوخ، وده على فكرة حصل قبل كده في مشاريع قوانين كان بيتم تعطيلها في مجلس الشيوخ، فهي مش حاجة غريبة يعني أو خارجة عن المألوف. السيناريو الثاني هو فكرة أن فعلا مجلس النواب يصوت على تمرير هذا المشروع ليصبح قانون. ساعتها تيك توك قالت أن هي هتطلع أن هي هتحارب هذا القرار في القضاء. طيب خلينا نقول أن برضو تم تمرير القرار ده في القضاء وان تيك توك لم تنجح في توقيفه، تمام؟ هيحصل ايه؟ عندنا شركة زي ابل، شركة زي جوجل اللي هما بيملكوا المتاجر الالكترونية اللي ساعتها عندها بتعرف تنزل او تحمل هذا التطبيق. ساعتها هتبقى في معضلة كبيرة جدا، احنا بنتكلم ان في 170 مليون مستخدم على الاقل داخل امريكا وفقا للارقام الصادرة من تيك توك. غرامة على كل مستخدم لتطبيق محجوب هتكون 5000 دولار، يعني بنتكلم في 150 مليون دولار. تعال نقول ان حتى ان تم فعلا السيطرة عليه، هو الشباب مش هيقدروا يجيبوا في بي ان وينزلوا التطبيقات عن طريق اللي هي الشبكات الافتراضية الخاصة وينزلوا التطبيق؟
فدي حاجة تانية. السيناريو بقى التالت اللي فيه ناس اللي انا برضو استبعده تماما الصراحة، هو السيناريو بتاع ان شركة تيك توك يتم بيعها او فصلها عن شركة بايت دانس اللي هي الشركة الام، ويتم تملكها لمستثمرين اجانب. وظهر على فكرة وده خيار صعب اعتقد، والصيد رفضاه. صعب جدا، بس ظهر الوزير او سكرتير الماليه الاسبق السابق ستيفن مانوتشن لسه ظاهر في تصريح بالامس، قال ان هو للاعلام ان هو بيشكل فريق من المستثمرين الامريكان عشان يشتروا شركه تيك توك او تقديم عرض لشراء شركه تيك توك. مفهوم. بس برضه في نقطه هنا، هو في التصريح بتاعه قال ان تيك توك هو هيكون تطبيق غير مربح. مفهوم. تمام. مفهوم. والتقييم بتاع شركة تيك توك دلوقتي 100 مليار دولار، فمين اللي هيحط فلوس على دي، خاصة مع تصريحات صينية، طبعا عفوا، مع ده تصريحات صينية بتقول ان في رفض اصلا لبيع شركة تيك توك لمستثمرين اجانب. طبعا ده سؤال مهم، والرد الصيني هيكون عامل ازاي؟ هنتابع معاك الموضوع ده. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور كريم الدمنهوري، استاذ الاعلام الدولي والصحافة في جامعة دنفر الامريكية، شكرا جزيلا على وجودك معانا. فاصل سريع، وبعد الفاصل مصور الريف وصور جميلة الريف المصري بعيون شابة، بعد الفاصل. أنا بحركه مرة تانية، مفيش احلى من الريف المصري وجماله، وانت لما تروح الريف هتتاثر بحياه المزارعين والفلاحين وبساطه الناس وحياتهم واكلهم وحياتهم اليوميه اللي مليئه بالتفاصيل كلها، يمكن تفاصيل جميله وبتحتاج من وقت لتاني انك تعيد اكتشافها مره اخرى بعيون تانيه. ومع تغير العصر واختلاف العصر ودخول كمان بقى جيل الشباب بكاميرات الموبايل وبالتصوير الحديث، تقدر تشوف كل مرة زاوية مختلفة جميلة للريف المصري، خاصة بقى لما يكون ضيفنا هو المعروف باسم مصوراتي الريف وعنده عشرات بل مئات الصور من عن الريف المصري، وسعدت بلقائه قبل كده وبسعد بلقائه تاني النهاردة. بكلمكم عن مصوراتي الريف كريم عصام. ازيك كريم؟ منور. الحمد لله بخير، كل سنه وانت طيب. طب الصحه والسلامه سعيد ان انا بشوفك تاني، التقينا تاني حبيبي. من 6 سنين بقى. ست سنين 2018 يا اول صوره خالص. اول صوره، مش تعرف انا شايفك من الاول. منور يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. طب الصحه والسلامه. 6 سنين اخبار التصوير في الريف ايه يا عم؟ ايه انت بدات، يمكن احكي لنا كده البدايه عامله ازاي ودلوقتي بقى بتصور ايه، وصلت للتصوير ايه؟ البدايه كانت بصور والدتي لو تفتكر. في أول سنة خالص 2018. أيوه. بعدها بقى بدأت أصور. بتصور العيلة وكده في الأرض. في وقت الأكل وقت المغرب. أيوه. فكانت صور جميلة. بعدها بقى دخلت في تصوير أحداث الجارية، كانت أول حاجة اللي هي صورة صلاح لو تفتكرها لما أنا طلعت معاك. أيوه. في 2018 دي كانت البداية بقى خالص. بعدها بقى طورت نفسي، بدأت أصور قصص مصورة وأصور. أيوه. صور أفراح، شغل تجاري وكده يعني. وبتصور كمان بقى مظاهر مختلفة. يعني شفت. أيوة. لك صور كتير ليها علاقه بالحصاد، ليها علاقه بالافراح في الريف، ليها علاقه كمان بالزراعه، صح؟ ايوه. بعادات الاكل وبالمواشي، بحاجات كتير قوي. بصور الحصاد، اي حصاد عندنا بصوره. مثلا الاعياد، صلاه العيد. اللي مثلا بيصنعوا كحك. ايوه. اي حاجه تخص الريف بصورها. وبتصور كمان الحياه العاديه، يعني شايف الصور دي كلها. انا عاجبني. انا عاجبني ان انت بتصور كمان الحياه البسيطه وناسنا الجميله وهم بيضحكوا ومبسوطين. فرجونا كمان على صور كده برضو، ماشي معانا يا استاذ حسام، ورينا صور كتير. انت بتحب تصور الوجوه كمان، الوجوه في الريف، الوجوه الكبيره. لان الوجوه الكبيره بتحكي تفاصيل زمن. يعني صوره زي ديت مثلا هي عندها 80 سنه، تفاصيل الزمن، وشها بيحكي كل اللي هي عاشته في حياتها. ايوه. وخطوط الزمن دي كمان بتعبر، اصل كمان الميزه في الريف انه كمان الناس الكبيره رغم كبر السن لكن كمان بيبقوا عايزين ايه، يستمروا في العمل والشغل. هي عندها 60 سنه لكن لسه بتنزل، 70 سنه لسه بتنزل الارض، لسه بتروح الغيط، لسه بتحب تطبخ لاولادها. هم بدوا حياتهم بالكفاح فخلاص خدوا على كده، لو ريحوا هيتعبوا يعني. انا مثلا في صوره لجدتي هي بتخبز العيش ديت، هي عندها 80 سنه حاليا،
مش بتحب حد يعمل لها حاجه، انت فاهمني؟ هي بتحب تعمل كل حاجه بايديها. عندها 80 سنه ولسه لحد النهارده هي اللي بتخبز نفسها وبتخبز العيش وكده. بتصور بتحب تصور المظاهر اليوميه دي؟ ايوه بحب اصور الحياه اليوميه عموما يعني. مثلا حد بيخبز، حد بيحصد، حد بيعمل كحك. انت منين اصلا؟ انا من قريه كفر الخضراء، مركز الباجور، محافظه المنوفيه. ورينا كده الصور تانية. الله، دي من الصور اللي بقى الرزق في الصور يعني. الصوره دي كان فيها رزق، هو بيشيل المعزه بصوره بيها عادي خالص في الاول، لكن هو المعزه ضحكت. ايوه فطبعا ايوه المعزه فعبت. ده في قريه ايه؟ كفر خضراء. كفر الخضراء. بتصور بس في كفر الخضراء؟ لا بروح كل الكرة عادي. كل الكرة بزد. ودي برضه الصورة جميلة جدا. عندنا برضه بيعملوا الكحك بتاع العيد. طبعا. يا احنا مفتقدين احنا المناظر والمشاهد دي. لسه موجودة عندنا. داخلين ان شاء الله يعني رمضان، ربنا يشوف الصورة وجمالها. الصورة ديت من الصور اللي اتشهرت جدا يعني. كانوا اتنين فلاحين بيهزروا مع بعض وكده طبعا في الارض. بتكون الصور كلها طبيعية. يعني طبعا واضحة قوي الصور الطبيعية. ايوه. حياة دي بقى اصهر صورة في رمضان اللي فات. الله دي في رمضان. الأسرة بتفطر. والصورة ديت يعني لفت مصر كلها ونفس الأسرة برضو. مفيش أحلى من رمضان في الريف بتهيألي. لا رمضان في الريف حاجة تانية. ده إيه ماتش الزمالك ده؟ ده ماتش الزمالك والنصر السعودي. ده بس ده هنا مش هنا في المنيا. في المنيا. أوعى تكون زملكاوي. مش متعصب يعني عادي. أنت بتلف المحافظات بقى بتروح؟ بروح كل المحافظات. كنت حوالي 20 محافظة. 20 محافظة، الله. أيوة أنا فاكر الصورة دي بتاعتك عجبتني دي، وقت المطر الشديدة قوي اللي حصلت في مصر. البرق. كانت سيول. صورة الساعة 2 بالليل وغرقت أنا والكاميرا، بس طبعًا يعني الشغف والحب. طبعًا. لا لازم أصور. الساعة 2 بالليل. الله، ده رمضان برضو. ده فطار جماعي عندنا في رمضان في القرية. فطار جماعي ها؟ أيوة. كل القرية بتنظمه. كل سنة بيتعمل في القرية. كل سنة، الله. حلو قوي. دي أول يوم دراسي. في المدرسة. في القرية عندنا. وش جميل. وشوش المصرية. فرحة الأطفال. أي. دي شكلها ثانوية عامة دي. لا الصورة دي بقى من أشهر الصور في رمضان اللي فات. رمضان اللي فات برضه. وقت الصلاة وكده. والدتها ليلة 27 رمضان. الله. بعد الأيام يعني. الجميل إن أنت بتصور بتاخد لقطات فيها فعلا مشاعر ودفء. فيها حب. والصورة بتنطق. تصوير الشارع عايز حب. أيوه. لو حبيت. أنت بتاخد الكاميرا وبتنزل كده. بس تكون حابب ان انت نازل، مش واخد الكاميرا ونازل اغير جو واضيع وقت. ايوه نازل وحابب ان انا اطلع بحاجه كويسه. طبعا صور يكون فيها حب، فيها قصه. ايوه توصل حاجه يعني، مش مجرد احط صوره على الفيسبوك وخلاص. صوره جميله دي، صوره جميله جميله ديت لحد كان بيقرا يعني، عمي مسعد الله يرحمه ومات لسه من شهر. كان بيقرا القران في رمضان اللي فات. الف رحمه ونور عليه. الف رحمه ونور عليه. طبعا انت الصوره دي بالصدفه. وانا ماشي وكان بيقرا في الشباك قران، صورت ووريت الصوره. أيوة فعجبته فانبسط. ده في الازهر. ده الفطار في جامع الازهر السنه. فطار في الازهر صح. ده عندنا احنا ده. الله. طيب في القاهره. والسنه دي بيحصل برضه كل سنه. صوره. دي بقى من الصور اللي بيكون فيها قصه. ايوه وبيكون بقى المصور ربط بتفطر معاها القطه بتشربها ولا ومكتوب في الخلفيه مصراوي. فاللي هي مصراوي مع الشخص مصري بيعمل حاجه كويسه فصوره كويسه. طح. بورتريهات بقى الجميلة. ده ماتش الزمالك، شكلك زملكاوي. ده لما الزمالك مش عارف خد بطولة كده كان الجماهير عند ال تحفة. الصورة دي في اسكندرية. نفس القطة بتسقي القطة. الله. صورة إنسانية فيها قصة. دي رزق. دي جميلة جميلة جميلة. دي بقى نقف عندها عشان دي رزق. الفراشة طبعا. الناس كلها قالت فوتوشوب، هي مش فوتوشوب. الفراشة حقيقية. دي فراشة حقيقية. مشيت على وقفت على وشها واتصورت بالشكل ده. وهي في غيط برتقان تقريبا. برتقان ونفس الستايل. والفراشة برتقاني وهي لابسة برتقاني. الله. دي صورة بقى أسرة أب وأم بيفطروا في رمضان. اللي أيوه. فات على البحر. ايوه صوره طبعا فيها قصه كبيره يعني. انت رحت 20 محافظه ها؟ 20 محافظه. يا ما شاء الله. مش اكتر مكان لقيت فيه صور حلوه عجبتك؟ المنوفيه. المنوفيه. انت يعني الناس حباني. يعني الناس حباني يعني بقى خرج اصور بالكاميرا، يعني الناس بتحبني فبيشوفوني بيضحكوا. ايوه طبعا. صورنا كده يعني. تحفه. على اي حال دي فرصه ان احنا نشجعك ونقول لك استمر، وصورك جميله وانبسطنا بوجودك معانا في 90 دقيقة، وكل ما تعمل مشروع جديد إن شاء الله تكون معانا. أنا بشكرك بصورات الريف كريم عصام. اللي عايز يكمل بقى الصور ده احنا عرضنا لكم بس يا دوب
بسيط من 10 20 صوره، لكن هو عنده مئات الصور، يخش على صفحتك. قول لي صفحتك ايه تاني؟ مصوره شريف كريم. نكتب كريم عصام مصوره شريف على الفيسبوك، على الفيسبوك وعلى انستجرام كريم عصام. كريم عصام منورتني يا حبيب قلبي، كل سنه وانت طيب. صباح السلامه ورمضان كريم. بشكر حضراتكم طبعا، بكره نشوفكم ان شاء الله حلقه جديده من 90 دقيقه. الى اللقاء.